وزير المصالحة السوري علي حيدر من جانبه أكد على ضخامة الإنجاز العسكري للجيش السوري في الغوطة الشرقية، حيث وصلت سيطرة الجيش السوري إلى نحو 80% من مساحتها. الإنجاز كبير وتجاوز 80% من الغوطة، واللي بقي من الغوطة هي المناطق اللي فيها تجمعات سكانية، وبالتالي العمليات العسكرية بتصير أكثر حرصا ودقة حفاظا على المدنيين، دوما، حرستا، عربين، المناطق اللي فيها عدد سكان كبير، وبصير في إمكانيات للبحث أكثر في مسألة المصالحات في هاي المناطق حفاظا على المدنيين. وبالتالي التسارع اللي شفناه ممكن اليوم نشوفه أبطأ قليلا، ليس ما تنجز المناطق اللي بقيت بدمشق.